اضافات في الفتره الجايه؟ اضافات انا ما عنديش مشاكل في اي مركز، كل مركز له 2 و3 في النادي الاهلي. الاضافات موجوده في البلاي ميكر اللي موجود. النادي الاهلي محتاج لعيب حجمه كبير جدا في شغل في سير المباراه، فني يقدر بامر لا تحالى يتحكم في ريتم المباراه، يتحكم في ايقاع المباراه، مفيش كلام. هو ده من وجهه نظري، واعتقد ان الاداره بتسعى ان في الانتقالات الشتويه يبقى موجود ان شاء الله تعالى. النادي الاهلي محتاج لعيب نجم كبير، نجم كبير في هذا المركز عشان يقدر بامر الله تعالى الشغل الفني يكتمل، لان حياتك انت بتحتاج لعيبه معينه في وقت معينه في سير مباراه معينه، في اول نص ساعه، في نص ساعه الثانيه، في نص ساعه الثالثه، كلها ايقاعات سريعه، والنادي الاهلي عنده رتم وعنده سرعات ومطلوب منه فنيات عشان يمشي في كل الاتجاهات. يتمنى التعاقد مع صانع العاب او بلاي ميكر مهم ومؤثر في فتره الانتقالات الشتويه. ده مظبوط.